عندنا حاجتين، اذا كانت حاجزه الحج وتوفي زوجها قبل السفر فليس لها ان تسافر. يا ساتر. ايوه، وهذا ما فعلته الفريعه بنت مالك، ودي واحده من الصحابه قالت ان زوجي قد يعني مات، كان خرج عنده شويه ناس عبيد وسابوه مشوا فجري وراهم فقتلوه، فبتقول له ان هو مات وما سابليش البيت اللي انا فيه ده بيت بالايجار وما عنديش فلوس وما عنديش اي حاجه اسدد حتى الايجار، اعمل ايه؟ فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتد في هذا البيت نفس البيت 4 اشهر و10 ايام. استدل فريق كبير من الفقهاء بل اجمعوا على هذا، على ان المراه لا يجوز لها ان تخرج في عده الوفاه مطلقا. خلاص ما ينفعش تطلع الحج في عده الوفاه. وهذا الراي الذي عليه جمهور العلماء في هذه طيب، المساله. هل في خلاص؟ رأي آخر؟ في راي تاني بقى بيقول انها اذا سافرت، يعني خلاص اذا سافرت طلعت ركبت الراحله ركبت الطياره بعدين جالها الخبر والراجل او مات. بتاع والراجل مات، خلاص دي تكمل عادي. هما نفسهم الاولين قالوا نفس الكلام ده الا اذا ماشي. سافرت. طب فريق اخر يرى طيب، لو واحد، لو الراجل مات وهي حاجزه فعلا الحج ودفع الفلوس والتأشيرة طلعت والتكلفة يعني والقصة دي وهتروح تحج يعني. الافضل هو اتباع السنه في هذا الامر، الافضل اتباع السنه، لان هنا سقطت عنها فرضيه الحج بمجرد ان اصبحت معتده ما دام الحج سياتي في فتره العده. حقيقه هذا الافضل الذي عليه جمهور العلماء، يعني بعضهم يرى بجواز ان تخرج المراه للحج مع صحبه امنه وغيرها، بس هذا اعتقد انه مخالف للسنه يعني رأي الصحيحه. ضعيف ده، رأي ضعيف. لانه مخالف، لان الست راحت النبي قالت له مباشره كده، ده قالت له سابني انا عايز اروح عند اهلي لان البيت اللي انا فيه ده ايوه بالايجار وانا ما هو وما سابليش فلوس ومعيش ايجار. ده كلامها للنبي ايوه عليه الصلاه والسلام. دي قصه. انما الحج ده كذلك الامر. قصه كفرض يعني وفريضه، هي لا هي تعملها مره واحده. خلاص تسقط عنها، خلاص سقطت عنها هذه الفريضه بمجرد ان كانت فيها طيب، عده. بمناسبه سقطت عنها الفريضه، علشان كم من الناس اللي بيبقوا عايزين يحججوا اهاليهم وهم ليس عندهم اي استطاعه ماديه، ولكنهم بيطلبوا من الناس حججوا امي حججوا ابويا عايز احجج او كده، ده يعني وصف لي هذا الموضوع. الذي وهي ليس لديه استطاعة للحج فقد فقد شرطا من شروط الحج، لأن من شروط الحج لمن استطاع إليه الاستطاعة السبيل. وأمن الطريق. خلي بالك من الثانية، الاستطاعة اللي هو الزاد والراحلة، وزيد عليها أمن الطريق، يعني لو الطريق غير آمن اللي أنا مسافر فيه ما ينفعش أسافر. الناس اللي بتروح بالبواخر أو بتروح بالأتوبيسات أو بتروح بكذا وكان الطريق غير آمن فلا يجوز له أن يخرج إلى الحج، إنما الأصل الاستطاعة. فما دام الإنسان ليست عنده استطاعة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بقوله الزاد والراحلة، يعني يبقى معاه مصروفاته ونفقاته ومعاه حاجة يركبها يروح بيها. فالنهاردة مش هينفع نقول واحد يكون فقير ليس معه مال يسدد به نفقات الحج فتقول له أنا ماشي، طب خليني أنا قلت لك حججيني وأنا راجل فقير، فأنت رحت للشركة بحج بكام؟ بقد كده. رحت دفع لي الفلوس للشركة، طب انت هتقدري بقى تدفعي لي مصاريف بقى النفقات والاكل والشرب والتحركات والكلام ده كله؟ مش هتعملي، وده هيبقى تقيل علي او كتير علي، لان الحد الادنى للنفقه ان انا هنفقها في الحج مثلا 2000 3، لان انا هدفع ب 1000 منهم هجيب اذبح هدي بتاع الحج برضه، طبعا. فمش معقول هتدفعي لي كمان الهدي، ومحتاج لي انا كمان 2 زيهم يبقى 3000، فانا مش هقدر اجمع المبلغ ده في الوقت الحالي. يبقى انا اسافر ليه؟ يبقى لا اسافر، لأنه يسقط عني هذا الفرض لأني لم تنطبق علي شروط الحج.